ما أدري مين اللي بدأ الموضوع وشلون بدأ، بس أنا أحب التحدي وهذا اللي صار. والله يا بهزك تهزي، أنا وش خوفي بس وش خوفك؟ المقطع بس يجي ثلاث دقائق. لا 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 تضربت أنت بسرعة. ها حلو. لا لا تشيل هم، لا لا تشيل هم، لا تشيل هم عشان ما تصرف. بنخلي الموضوع للعلن. والله يا ويلك، الجميع بيدري على الموضوع هذا. التحدي كان تنس في البداية، بعدين الحين قلبنا بادل. حلو. الله يجابك الله. يا سلام. طيب خلنا نعلمهم السالفة. بدر يا جماعة الخير، يعني بقدر أقول ما شاء الله تبارك الله هو يعتبر لاعب محترف في البادل الآن، صح؟ ما شاء الله رايح قبل فترة مسافر برا قاعد تتدرب، يعني محترف. على كل حال أنا أبغى بس كم ثمان تمارين بتمرنها، بعدين بجي وبكسر راسك. أبغى كل يوم مستح... أربع ساعات. حلو. لا 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 اسمع، أنا ما قد لعبت بادل، بس لاعبين عشان أنا ما تستحق لاعبين الباركور. لاعبين الباركور ترى إذا بإذن الله تدربوا على الرياضة يدخلونها بسرعة. طيب اسمع، أنا عندي لك بعد تحدي ثاني. وشو؟ إذا كملت أكثر من خمس دقائق في المباراة، بس أبيك تكمل أكثر من خمس دقائق ما تنتهي المباراة، ترى أكثر بعتبرك فايز. أنا ما ماني متكلم. الوعد إن شاء الله متى؟ بعد شهر بإذن الله. ثمان أيام بس بتمرن، والوعد بعد شهر بإذن الله. والموضوع ما أنتهى عند كذا، تم تصعيده، ولا أدري الصراحة لأي مرحلة بيتصعد، الله يستر. طبعًا اللي ما تدرون عنه إنه ترى في عقاب، وإذا هو رجال يوافق عليه. خايف ردي خواف، ان شاء الله يرد المره. اذا فزت عليك تعتزل بادل. لا ما عاد العب. اي تعتزل بادل. والله ما ادري، والله والله ان شاء الله اني قاعد اتطور. الحمد لله انتهينا اول تمرين، نبغى ناخذ من الكابتن الانطباع. ها كابتن. والله يا شيخ اول حصه اول لعبه اول مره تمسك مضرب بادل، ممتاز الحمد لله. قدامك التحدي، في تمارين بتسويها في البيت. تم. اذا ما ضبطتها ما بلعب معك. اوف. مره واحده او انك تصير على جنب ولا لا. تم 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 تم. اول يوم، اليوم الثاني، متحمس اشوف هل تطورت ولا لا. الصدق ان الموضوع يخوف، تطور في يومين فقط صعب، بس ان شاء الله يتطور. طيب مين بيقيم؟ الكابتن عبد الرحمن ابو شلوب. ان شاء الله قده. ان شاء الله اليوم باجر ذي حبتين استشهد يطور اسرع يا رب. ان شاء الله. يلا بسم الله. طبعا صديقي عبد الرحمن هو اللي بيدربني، وايضا هو اللي بيلعب معي ضد بدر، لان في البادل يلعبون اثنين ضد اثنين. ترى يا كابتن والله ما نقصر اليوم، تحسن تكنيك جديد وجيم بسيط. الحمد لله. الله يعينك يا بدر. اوه جايينك. لا لا اخذت القوه حلو، بس عندك ادمان النط. لازم باركور يا صح. بس خذ الكره من انت نزلها، لا تلقطها نزلها، فهمت؟ لا ممتاز والله اليوم مره مره يعني لازم نتوقعت. يعني اتوقع نهايه التدريب بصير افضل منك باذن الله. لا عاد يلا يلا. واليوم الثالث من التدريب وتطورت الامور، وطبعا اليوم صراحه برد فشوش لابس، بس من الاشياء الجميله ان قاعدين نلعب ملعب مغلق، فالحمد لله ما تشيل هم الحر ولا البرد ولا المطر ولا الغبار، وهذه احد مميزات الملعب اللي نلعب فيه. وشوف التصعيد اللي صار، مثل ما انتم شايفين صار في رعاة للتحدي. من ضمن الرعاة الملعب الجميل هذا، الملعب الزجاجي بشهادة الخصم، يقول إنه أحد أفضل الملاعب في الرياض. أنا والله ما أفهم، لكن ما شاء الله تبارك الله لاحظت إنه فعلاً ارتداد الكرة في الملعب هذا يفرق عن الملاعب الثانية، الأرضية ارتداد الكرة فيها يفرق، ففي اختلافات. أنا صراحة ما أفهم، لكن أنا فقط لاحظت الأمور هذه، فما بالك الناس محترفين. الأمر الثاني، شركة ملابس قوية جاية للساحة، إن هم ايضا رعاة، وباذن الله بنستمر معهم. والله ما شاء الله جودتهم جدا ممتازه. وغيرها سيت بوينت، هذا تطبيق مخصص تحجز فيه الملاعب البادل والتنس الارضي واظن الريشه، وما ادري كم في رياضه موجوده، لكنه يعتبر رهوت توب ما شاء الله تبارك الله. وبالخلطه الجميله هذه اكيد لازم نعطيكم شيء نضبطكم فيه، فبنكلم ان شاء الله ملعب زجاجي خليهم يعطوكم خصم، سواء اتصلتوا على الملعب بشكل مباشر وحجزتوا، او عن طريق تطبيق سيت بوينت، تحطون الكود هذا ويخصم لكم المبلغ اللي بنحاول نجيبه لكم الان. ما ادري كم بيصير، بس بنضبطكم ان شاء الله، بنحط لكم المبلغ هنا والكود. اليوم التمرين عبارة عن مباراة، فيا رب اني ابيض وجه نفسي وبيض وجه مدربي. جايب شباب يلعبون ضدنا على كلام انهم جيدين، الله ييسر. هذه اليوم بس لقطة واحدة للتطور، بس هذا اللي بناخذه اليوم. ايش؟
اليوم الاثنين، يوم الجمعة ويوم المباراة. المفاجأة الحلوة وش هي؟ قاعدين نجهز لكم العاب ان شاء الله للي بيحضرون، وهدايا للي ما جاء ما عليه، للي جاء ان شاء الله انك استمتعت، لان الفيديو هذا بينزل بعد المباراة. لكن الشيء الجميل اللي صاير ان ابو عبد الرحمن الله يعطيه العافية صاحب الملعب زجاجي جايب مدرب من اسبانيا عشان يدرب الناس اللي يبغون يتعلمون. في نفس الوقت انا اخذت معي حصة. المضحك الموضوع ان بدر مسكين رايح لاسبانيا عشان يتدرب. سبحان الله، ربي رزقني بالاسبانيا تجي هنا عندنا تدرب، سبحان الله، وبيخسر مسكين. فيلا ما عليه، الحمد لله. First, who do you think will win this game? You'll be the. You go. Who's the hakam? What's the judgment? Oh, repair. Yeah. 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 For the match on Friday. Yes, inshallah. Oh, they are preparing too much for this game, so I think it's gonna be hard. You think it's gonna be hard for him? For my friend, the one who will play. Yeah. So, and please just give them advantage, you know. Yeah, I'm gonna tell. Yeah. Yeah, but so, they are working hard, you know. They working hard, so be careful. Oh, so you know they are doing. Yeah. Yalla, مع ذلك بيخسر مسكين. يلا. Even he will lose. Even he's. Yeah. There's a chance. Yeah. لكن على كل حال يبغى ياخذ حصص مع الكابتن ليو. هذا الرقم موجود، تقدرون تتواصلون معه وتحجزون حصتكم قبل لا يرجع يسافر هناك. وانتهينا الحمد لله من آخر يوم تمرين. الجمعة الجاي بعد 4 أيام ولا 3 أيام؟ أربع أيام. بعد 4 أيام إن شاء الله يوم المنافسة. المدرب اليوم زعلان مني جداً. هذا اليوم أسوأ مستوى. بس شوف، أسوأ مستوى. يمكن ببيض وجهك بإذن الله وقت المباراة. نقول هدوم قوي عاصفة بإذن الله. يا رب كاو زلني. يلا زلني. ترى كثيرين بيقطعونا معه إذا خسر. أنا أولهم. اوه والله مشكلة. يترتب على خسارة هذه كثير من علاقات بخسارة. ان شاء الله ان شاء الله نقدها باذن الله. باذن الله كفك. يلا نشوفكم ان شاء الله يوم المباراة. وجاء يوم المباراة، ومو بس جاي مباراة، وجاء الخصم. تعال هلا بالخصم. هلا هلا يلا حيا. جاهز خسارة ان شاء الله؟ لا انت جاهز؟ انا جاهز. كيف الامور؟ ليتس جو. يلا بسم الله جاهزين. والله بتشوفون شيء اليوم. والله بتشوفون متعه، بتشوفون يتحب حركات الباركور، بتشوفونه في الملعب بالضبط. بس هي حركات الباركور وباجلتك جلد. يلا جاهز تبغى من عندي اصابه. عندي اصابه. اي صح معليش. شوف ما شاء الله تبارك الله. ترى هذا حط على هذا عذرا من الحين. لا ما شاء الله. اول شيء في امر ترى ما ادري ذكرته قبل ولا لا، ترى بيد الله يعطي العافيه اعطاني مضرب له قال امسك تدرب فيه. هذا كان بدايه التحدي. اعطيته من افضل المضارب اللي اخذته. يا سلام. اعطيته اياه قلت له ابغى اشوف اقوى لعب عندك. حلو. هذا الامر الاول. الامر الثاني شوفه رغم الاصابه قال ابجي وبلعب. طبعا هو بيستخدم يد اليسار ما لها دخل، بس ولو يعني يبقى يعني صراحه انه خاطر يعني. فيلا انا مستعد والله. ابشر ان شاء الله باذن الله. سخنون؟ اتوقع نص ما عندي يكفي. بس نبي نسخن مع مدرب اسباني بنشوف شو. اوكي. احنا الحين وصلنا بدري نشوف لعب عبد الرحمن وعبد الرحمن الثاني. اكتشفنا شيء صراحه، عبد الرحمن الثاني فنان مره، بس عبد الرحمن خوينا صاحب القناه ضايع. فالخطه من الان نلعب جهه عبد الرحمن شلو فقط. نلعب جهه واحده اللي معه خصم فنان صراحه. يعني وصلكم تسريبات؟ ايه لا جالسين نشوف. اوكي خصم دايخ. خصم ابو شلوب دايخ 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 مره. فلعب بكم جهه عبد الرحمن الان. خلاص بتبدا المباراه. متوتر؟ لا، لان الخصم ضعيف ما يستاهل نتوتر. وباذن الله فوز لنا وبخليه ان شاء الله فخور فيني. كفو. والكابتن ان شاء الله فخورين باذن الله. لعبها في الزاوية الضيقة. يا
العافية مساج ذا. ترى مو بشاي يعطوا شاي يعطوا ترى مو بملاكمة مو بملاكمة. بادل والله بادل. المهم السيناريو المهم السيناريو إننا نخليهم يفوزون بدل يفوز عليها. جاني يطلع حماس الموضوع كابتن. خسرنا في الشوط الأول أو الجولة الأولى ما أدري شو اسمها بس عشان هم يتحمسون لأن خلص على طول كذا مو بحلو. فإن شاء الله الجاي بإذن الله بندمرهم بإذن الله. بيلعبون نقطة 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 اللي بيجيب 10 بفارق هدفين فايز. اوكي باذن الله لنا باذن الله تقدر نقطة نقطة لين 10 ان شاء الله. ترى عشان نطول مدة المقطع خلينا يفوز الحين. طولها 6 خليته سريع يا اخي. قلت لك خله يفوز عشان نتعشى. طيب ايش بنسوي الحين؟ المقطع بيجي 3 دقائق. المقطع بيجي 3 دقائق اكيد. اي وعد الحمد لله على الصفر انهينا هذا الشوط. ولا 7 7 5 معليش. توتر بشكل كبير اخذ النقاط يا عبد الرحمن. هيا عليكم فيها. ايوه ممتاز ممتاز ممتاز. 9 6 ممكن يكون في رومنتادا. عبد الرحمن شل هو بالارسال اخر لحظات اخر الارسالات. ممكن لسه يكملون اخذ النقاط. لا وممكن يكملون. هيا عليكم هيا عليكم هيا عليكم عبد الرحمن. وين ممكن تكون يا عبد الرحمن؟ وين ممكن تكون يا عبد الرحمن؟ وين ممكن تكون يا عبد الرحمن؟ هيا عليكم. توتر العب 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 لسه فيها لسه فيها. ممتاز ممتاز فيها 9 7. صمت كبير. هيا عليك ابو شلهوب. هيا عليك ابو شلهوب. ممتاز في التركيز. وين ممكن تكون يا ابو شلهوب؟ العب فيها عبد الرحمن. صعبها 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 صعبها. واحدة شلهوب. اي عليك اعطيتها حضرتها بشكل. اي عليك تسعة تسعة كرة تسعة تسعة كرة تسعة تسعة يا ابن الرحمن. تركيز. اي عليك ابو شلهوب. نعتبرها بالصفر صفر حتى الان. صفر صفر اعادة من جديد. لازم هاي عليك الواحد صفر الواحد صفر. لازم الفريق اللي يفوز يفرق في نقطتين. نقطة اخيرة بدر. هيا عريفي ممكن تجيبها. فيها سوء تفاهم ممكن. هيا عليك ممكن تكون. أنهاها جابوها أخذوا البطولة خلاص. هارد لك عبد الرحمن هارد لك عبد الرحمن. هيا عليكم هارد لك هارد لك عبد الرحمن. إلى آخر لحظة إلى آخر دقيقة إلى آخر ثانية إلى آخر كور. والله زبطت الخطة. والله زبطت الخطة. ما خربت والله. قلت لك تعشى خلاص العشاء عليك. ما وبداهم 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 بيروح زعلان روح زعلان مو الله أكبر. زعلون على الورقة. تصريح الخسارة أنتم تعرفين بيعتزل لو خسر
فانا جبته وعلمتني اقدر اجيبه بعدين قلت لا خلاص يلا فز. بس انا عندي كلمه واحده بس انا قايل لا تشغل الكاميرا لان بتزحلق واجد. الحين خلينا نشوف المقطع حقك ان شاء الله في اليوتيوب انت ونحسب كم زحلق. حبيبي اصبر اسمع 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 اصبر يا حبيبي شهر بس وبغيت افوز عليك. رفك عبد الرحمن اسمعني 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 اسمع اسمع شهر ثاني والعب الحالي انا وانت والعب الحالي يلا يلا اسمع شوف اسمع اسمع بدر 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 لا حد يروح خلينا نتوج الفايز دقيقه يا شباب يلا يستاهل. اول شيء في شخص ربح معنا جائزه اليوم باللعبه فيستاهل عبد الرحمن. الزين كربون نمر الشيء اللي دوره في تصريح بسيط دقيقة طبعا المضرب اللي يلعب فيه انا اللي كسرته هذا حق الكابتن عوضناه بواحد جديد يستاهل انا باخذ حقي خلاص بالله كم سعره هذا عشان نعرف انه نقدر نبيعه ولا لا 2000 و خلاص جيبه ما كم انا اسوقه لك بداك لا يا حبيبي شكرا ولا نبغى صفقه قويه للفايز اشكر بدر على قبول الدعوه وروح الجميله والجو الجميل اللي هو سواه والله ما قصر والله يعطيكم العافيه والله كل الجو ما قصر والله ونشكر والله ايضا الداعم الرئيسي للبطوله او التحدي هذا ابو عبد الرحمن الملعب زجاج الله يعطيه العافيه وايضا تطبيق ست بوينت الله يعطيه العافيه رعاد وشركه للرياضه ما قصروا كلهم ايش تبغى نبي تدريبنا مع اوكي اوكي هذه ورا هذا خلف الكواليس تبغى لا اي ترتب لنا ترتب لنا وترسل لي اي ارتب له قبل خلاص وش يقول وش يطلب وش يبي يبغى حصص مع الكابتن ليو ما شاء الله الكابتن ليو متميز جدا والله انا مبسوط يعني انهم انا كنت خايف من ان الخساره تصير يعني مره شديده بس خسارتنا كانت عاديه نفسنا والله بغينا نفوز فانا اشوف الحمد لله الخطا يصير والخساره تصير تحدي جميل حلو ان الواحد يتحدى ويتعلم من التحديات اللي زي هذه فهذه نهايه التحدي وبدايه تحدي جديد ترقبوا ان شاء الله ولا تنسوا تصلوا على النبي مع السلامه.